مستمعينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم. التهنئه لحمد بن راشد بن غدير واخوته على هذا الفوز والانتصار باشواطنا المفتوحه في هذه الامسيه مع كاس وبندقيه ولي عهد دبي لفئه الكبار من الثنايا، بينما نسير بحضراتكم مع انطلاقه اشواط الانتاج والمنتجين، حيث نسير في هذه اللحظة مع منافسة هذه الكاس الخاصة بالأبكار الانتاج من الثنايا، في منافسات شيقة وعملاقة، في منافسات مشاهدينا الكرام تحكي الكثير من خلال تواجد شعارات أهل الانتاج والمنتجين في أرضية هذا الميدان. شكرا لكل اللجان العاملة، شكرا للمهتمين كذلك بأشواط الانتاج والمنتجين. أتابع مع حضراتكم المقدمة وصدارة هذا الشوط. هذه الضبية تتقدم سهيل بن عويضة بن مضحية العامري، يتسلل مباشرة إلى مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني يأتي شعار بن غدير ليقدم لنا موال في المركز الثاني مع المضمر والمتابع لهذا الشوط راشد بن حبر محمد أو راشد بن حمد بن راشد بن غدير، من يقدم موال من تحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظة شمعة تعود ملكيتها لراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، يتواجد على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع في هذه اللحظات في المركز الخامس وصلت الان اول المركز الرابع شهاليل لطارق بن سالم بن ضحي الكعبي يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس وصول من طلعه لمهير بن علي بن كليب يقدم طلعه تتواجد على المركز الخامس. ها هي النتيجه للخمس المراكز الاولى ضمن اشواط الانتاج والمنتجين. مليون درهم في انتظار الفايز بالمركز الاول وبكاس ولي عهد دبي لسن الثنايا، خاصه مع اشواط الانتاج والمنتجين. اعود الى مقدم الشوط وبن مضحي مسيطر، يقدم الضبية سهيل بن عويضة بن مضحية العامري يتصدر حتى اللحظة في هذه اللحظات هذه الكاس الخاصة بأشواط الانتاج والمنتجين من خلال وجود هذا الشعار الذي ينتقي دائما أفضل وأجمل السلالات. المركز الثاني نتابع شعار بن غدير، من خطف رموز هذه الليلة مع الانطاية المرشحة في هذه الانطلاقات. الله أيضا كذلك في يافي يعني وصلتنا معلومة عنها بأنها من انتاج الواثق حمد بن راشد بن غدير، سلالة مسكة بن غدير وانتاج هجني مرغم فازت بالكاس المفتوحة، بينما الآن موال كذلك ضمن أشواط الانتاج. هنا موال راشد بن حمد بن راشد بن غدير يقدم موال أيضا. المركز الثالث وصلت شمعة راشد بن سعيد بن راشد بن غدير يقدم لنا شمعة في هذه اللحظات تتواجد مع دموع الفرح ودموع الانتصار كما تعودوا شعار بن غدير على انتزاع النواميس في كل الأشواط وفي كل المناسبات السعيدة التي تتكلم من خلال وجود هذا الشعار المعروف في أرضية ميدان السباق. المركز الرابع نصل إلى مواجهة شهاليل قادمة، شهاليل طارق بن سالم بن ضحي الكعبي الذي قدم في هذه اللحظة شهاليل بمشاركتها في انطلاق هذا الشوط تحتل المركز الرابع. طلعة قادمة في المركز الخامس لمهير بن علي بن كليب الاكتبي يقدم طلعة الآن تحتل المركز الخامس بعدما قدم الكايدة في أشواط الصباح وحقق أفضل توقيت زمني في انطلاق أشواط الصباحية. مشاهدينا الكرام
بينما هكذا هي النتيجة. لكن خلف الخمسة هناك جيش من الأبكار الثنايا سواء المحلية أو المهجنة الأصيلة ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين التي خطفت النواميس في هذا الموسم، في هذا الموسم خاصة لها سجلات حافلة بالنواميس والانتصارات. أعود بحضراتكم إلى المقدمة، ولا زالت الكأس حائرة، لا زالت الكأس طائرة في أرضية الميدان، في توافد هذه الأسماء، في توافد هذه الأرقام الحاضرة بالمنافسات. عودة إلى بن مضحية، لا زال على قائمة الشوط، لا زال على قائمة الشوط، يقدم لنا في هذه اللحظات هذه اللي أمامكم تسير. الظبية الظبية تجوب أرضية الميدان أمام حزام الغابات، أمام التنافس الأول لمستوى هذا الشوط. المركز الثاني بن غدير يتقدم مع موال سالم بن حمد بن راشد بن غدير، يقدم موال في المشاركة، بينما هناك شمعة حاضرة، شمعة حاضرة، شمعة. راشد بن سعيد بن راشد بن غدير يقدم شمعة في المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار بن مصلح، يصل شعار بن مصلح مشاهدين الكرام على المركز الرابع في هذه اللحظات. هذه راهية، راهية لسعيد بن حمد بن مصلح الحبابي، يتقدم إلى المركز الرابع. المركز الخامس وصل بن كليب، ولكن من شعار مسلم بن علي بن دري المنصوري مع دهشة قادمة في هذه اللحظات، خذت المركز الخامس. هذه الأسماء التي حضرت في هذه اللحظة في هذه الليلة ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين، كل جهز ذلوله على تحدي نواميس المرموم، على تحدي مهرجان ولي عهد دبي. بينما المقدمة يا سلام يا سلام، هذه راهية 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 راهية، طلعت مع الشوط، راحت مع الشوط، راهية في مقدمة الشوط. سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي تتقدم مشاهدينا الكرام لتنتزع الناموس في هذه اللحظات وتنتصر على الجميع من خلال وجودها على أرضية الميدان. الله، موال قادمة، موال قادمة. سالم بن حمد بن راشد بن غدير كذلك يحضر في هذه اللحظة بالتسابق والتحدي مع الكاس، مع الكاس، يريدونها ثلاثية، ثلاثية في هذا المستوى مع شوط الأبكار، مع شوط الأبكار. الإنتاج ما شاء الله. المركز الثالث قادمة دهشة، قادمة دهشة، مسلم بن علي بن دري المنصوري يتقدم إلى المركز الثالث. المركز الرابع وصلت دمعة، وصلت دمعة، محمد بن سالم بن لوتية العامري يتقدم إلى المركز الرابع، إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. الكل يريد التقدم، الكل يريد الانتصار، الانتصار. طعم الإنتاج، طعم الإنتاج يا محلاته، طعم الانتاج يا محلاته. شوفوا شوفوا العودة إلى راهية هي المسيطرة حتى هذه اللحظات. بن مصلح، الله يا بن مصلح، ماذا تقول بعد الشوط إن كنت فائزا بكاسي الإنتاج؟ هذه أمامكم راهية هي المسيطرة حتى اللحظة، راهية سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي. لكن دمعة قادمة، دهشة قادمة، دمعة قادمة، دهشة قادمة. اللحظات التي سارت من خلالها ذبحة في الصدور لتتقدم هذه الأسماء. الله يا دهشة، مسلم بن علي بن دري المنصوري، المنصوري. أهالي الختم الآن في الطليعة، الآن في الطليعة بالمركز الأول، راهية ثانيا، راهية ثانية. الله، في الموسم الماضي بن دري كنت مع أنذار، مع من، مع نفس المهرجان، ماذا تقدم بهذا المهرجان؟ دليل التحدي والمنافسات وكذلك السلالات العملاقة. وصل، وصلت الآن المركز الثاني. هذه وصل شعار بن شريدة، وهيلة وهيلة، صالح بن حمد بن صالح بو شريدة، يتقدم بو شريدة إلى المركز الثاني مشاهدين الأعزاء، إلى ثاني المراكز من شعارات التنافس في هذه اللحظة. المركز الثالث دمعة يا بلوتية، سالم بن محمد بلوتية العامري، راهية في المركز الرابع لسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي. هذه الرباعية، هذه الرباعية، الكل
الاول والاخير. الكاس حاضره، الكاس حاضره، شل الكاس وروحه، شل المليون وروحه، يلا 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 يا روح ما بعدش روحه. لكن دهشه مسيطره، دهشه مسيطره، مسلم بن دري المنصوري، المنصوري، ولكن بوشريده، بوشريده، بوشريده يريد ان يشرد بالطريق، يريد ان يشرد بالطريق، ولكن دهشه، دهشه سلاله الفايز، سلاله الفايز الهرش. الله سلامي عليك يا بن دري، يا بن دري. لكن لا زال بوشريده، لا زال بوشريده معاه الامل الكبير، يقدم وهيله، يقدم وهيله. صالح بن حمد بوشريده المري الى المركز الثاني، المركز الثالث بالدبيه. لكن طارت الكاس، طارت الكاس الى اهالي الختم، الى اهالي الختم. مثل الموسم الماضي، مثل الموسم الماضي قدم انذار وقدم سلاله منذر في الموسم الماضي، هذا الموسم، هذا الموسم قدم مشاهدينا الكرام سلاله الفايز الهرش، سلاله الفايز الهرش. ترشيح سيبن مبارك الحبسي هذه امامكم بلا منافس، بلا منازع. تنتزع الكاس، تنتزع كاس الانتاج يا بن دري، يا بن دري علي مسلم بن علي بن دري المنصوري. اذا هذه دهشه، هذه دهشه، هذه دهشه، سلاله عريقه، سلاله تعرف الرموز. تهانينا والناموس مسلم بن علي بن دري المنصوري، كاس الانتاج، كاس الانتاج، كاس ولي عهد دبي لهذا الموسم يذهب الى دهشه ومسلم بن دري المنصوري. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام ياتي شعار بالدبيه، ولكن هذه مع بوشريده وهيله. صالح بن حمد بوشريده المركز الثاني، المركز الثالث الوضيحيه سالم بن محمد بالدبيه العفاري، المركز الرابع وصلت راهيه سعيد بن حمد ومصرح الحبابي، والمركز الخامس هذه اللي وصلت الان اذا شهاليل لطارق بن سالم بن ضحي الكعبي. هكذا كانت النتيجه، تفوق كبير مشاهدينا الكرام من خلال المنافسات والتحديات، من خلال المنافسات. هنا 12 دقيقة 20 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية هذه أمامكم على شاشة التلفزيون. تتقدم الجميع دهشة مسلم بن دري المنصوري وتحقق الناموس وكأس الإنتاج لهذا الموسم. المركز الثاني لحظات الوصول ولحظات الفوتو فينش الأخيرة، لكن هنا تقدم كذلك ب 12 دقيقة و29 ثانية، جزئين من الثانية وهيلة لصالح بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة المري، ينتزع ناموس المركز الثاني وتحقيق هذا الانتصار. بالدبي حصل على المركز الثالث 12 دقيقة 29 ثانية وجزئين من الثانية، حيث كانت مشاهدينا الكرام الوضيحية لسالم بن محمد بالدبي العفاري حاضرا في هذا الكأس، متواجدا كذلك في الخماسية الماسية التي من خلالها سارت تحديات هذا الشوط بالفوز.